السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم اخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير، ويا صباح الخير عليكم ويا صباح السعاده، والله يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده، خصوصا يا جماعه انه العالم اليومين دي يا جماعه جالس في كومه من البركان، ممكن يتفجر في اي لحظه. بس نسال الله السلامه، ونسال الله انه يلطف باخواننا في السودان وتنتهي الحرب في اسرع وقت ممكن، وكمان يلطف باخواننا في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. الليلة يا جماعة هيكون يعني آخر فيديو لنا في المملكة العربية السعودية، لكن مش الأخير يعني، فإن شاء الله هنصور فيديوهات تانية يعني، بس إن شاء الله يعني الفيديو الأخير هنا في المملكة العربية السعودية، وبعدها إن شاء الله تعالى ماشي الرحلة مع بعض. مكان أنا زرته صراحة، وحكون تقريبا زرته كمان لأكثر من مرة، وإن شاء الله هيعجبكم، بس المرة دي إن شاء الله هنمشي أماكن جديدة. الناس اللي بتتابعني من زمان هتكون عارفين أنا بتكلم عن شنو بالضبط، واصحابي طبعا القريبين هم عارفين انا مسافر وين، فانا حخلي لكم المكان ده مفاجاه باذن الله. وانا كان ذكرته صراحه في فيديوهات الطائف، قلت انا الطائف ده بتذكرني بالمكان اللي انا قاعد ازوره ده. المهم يا جماعه الخير، انا صراحه ماشي عشان شخص عزيز علي جدا جدا طلب ان انا اسافر معه، وطبعا بالمناسبه وفر لي التذكره بس متكلم وزاد. المهم يا جماعه ما علينا، الليله طبعا يا جماعه انا في عروس المصايف، عروس مصايف المملكه العربيه السعوديه. كلنا طبعا احنا عارفين انا وين طبعا لما اقول لكم عروس المصايف من اسمها يعني الطائف، ما شاء الله تبارك الله ليه سموها يا جماعه عروس المصايف؟ خليكم افتي لكم كده انا من عندي صراحه يا جماعه، عندنا درجه الحراره لما تكون في جده 37 و38 درجه، تجي هنا ما شاء الله تبارك الله الطائف عز الحر يعني. الان انا صراحه طالع من جده، درجه الحراره كانت 37 الى 38 لحد ما وصلت مكه، درجه الحراره زادت، الله يعينهم على مكه طبعا عشان الجبال، وصراحه اجواءهم جدا حر حر، الله يكون في عونهم، ونسال الله انه يقينا من حر جهنم. فصراحه لما جيت هنا الطائف ما شاء الله تبارك الله يا جماعه درجه الحراره 26، معناها في الليل حتكون برد، بس انا صراحه جايب لي قميص اضافي مش جاكيت، فما شاء الله تبارك الله اكيد درجه الحراره حتنزل الى 20 درجه مئويه، عشان كده سموها يا جماعه عروس المصايف. طبعا ده انا صراحه على حسب علمي، لكن اكيد طبعا هتكون هي عروس المصايف، لانه ما شاء الله تبارك الله اجواء جميله، فعاليات جميله، مطاعم جميله، اسعار رخيصه صراحه. زي ما قلت لكم انا الفتره دي بقيت اجي الطائف كثير في الويكند، صراحه بضيع وقتي في الطائف وحقيقي بستمتع اكثر من جده. فانصح يا جماعه حقين جده بقول لك والله ما عارفين حاجه نعمل شنو في جده، ما عارفين نطلع وين، ما عارفين نجن، انصحكم يا جماعه تجوا الطائف. الليله يا جماعه انا في مطعم اسمه تيست ويشز، ما شاء الله تبارك الله إطلالة المطعم خرافية. المطعم ما شاء الله تبارك الله يتكون من دورين، الدور الأول والدور الثاني اللي هو السطوح، زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الله الإطلالة الجميلة دي، على يمين اللي هو كافي محمد بكر، وعلى يساري برجرايز. المهم يا جماعة أنا طلبت من عندهم أصابع الموزاريلا، طلبت من عندهم اللي هو ساندويتش الدجاج، ما شاء الله تبارك الله شايفين كيف شكله مرتب، وأخذت من عندهم البلاك بيري موهيتو. بلاك بيري ادوني البين حقكم يا جماعه، ذكرنا والله البلاك بيري زمان. وطبعا بيجيكم هي وجبه، بيجيكم مع السندوتش الدجاج، بيجيكم بطاطس، ومع الاصابع الموزاريلا بيجيكم الصوص، وهنا انا كمان طلبت صوص اضافي. بسم الله، اول حاجه طبعا يا جماعه هنبدا باللي هو الساندوتش، دائما نبدا بالحاجه المين. بسم الله، واو حقيقي خطير 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 الساندوتش حق الدجاج حقهم ده، صراحة أديه 7 من 10، يستاهل التجربة وزيادة. أخذ قرمة ثانية يا جماعة، صراحة لذيذ لذيذ. بعد كده يا جماعة ندخل على الموزاريلا ستيك، ما شاء الله تبارك الله، عرفت ما حتنط معايا السبب، لأنها بردة واضح، أكلناها بدون أي صوص، نجربها مع صوص حقها. واو واو، أنا متأكد الصوص ده أنا ما عرفتي، ما سألته صراحة، لكن أعتقد إنه هاني مصدر ده، هاني مصدر ده، ما شاء الله تبارك الله لذيذ لذيذة مع الصوص يا جماعة. نجرب البطاطس، بسم الله، هو طبعا يا جماعة أصلا سبايسي، مكتوب عليه هو حلو والله صراحة حلو، بتاكل بدون أي صوص، التتبيلة حقته ممتازة ممتازة. وبعد كده نجرب البلاك بيري موهيتو، شايفين دي؟ شفتوا الربح حقت الحاجب دي معناها انا اندهشتها صراحة، ما شاء الله تبارك الله، مشروب يستاهل يستاهل 10 من 10 مشروب، والله يستاهل 10 من 10. أول مرة أجرب لي موهيتو ظابط، ما أول مرة، لكن أول مرة أجرب في الطائف هنا،
موهيتو ظابط للأمانة والله ما شاء الله تبارك الله عليه. يفوز الموهيتو ده أنا أديه 10 من 10، وده زي ما قلنا يا جماعة 7 من 10. والموزاريلا ستيك بدون الصوص نديها 6 من 10، ومع الصوص نديها 7 من 10، والبطاطس حقهم 8 من 10. بس نصيحة لا تكتروا بطاطس. يلا بعد كده يا جماعة خلونا نمشي المكان الثاني. المحل الثاني اللي هو لعبة البوب كارت، ما شاء الله تبارك الله شفت لها مقاطع كثيرة في الانستغرام وفي التيك توك. حقيقة يا جماعة اللعبة جميلة جدا جدا، ونقول يعني يعني ناحية نظافة ومن ناحية السرعة ومن ناحية الجودة أفضل بكثير من اللعبة جربناها أول في الكرة اللي هي السيارات السريعة. بس صراحة عتب عليهم في حاجتين. الحاجة الأولى يا جماعة، إذا حابين تلعبوا لعبة البوب كارت دي لازم تكونوا براكم في المدمر، يعني ما يكون في واحد قدامكم، لأنه للأسف إنها بتهدي الوحدة. والحاجة الثانية يا جماعة إنه المسار حقها قصير، لكن صراحة كلعبة ما شاء الله تبارك الله ممتع، خصوصا الطلعات والنزلات حقتها. بس زي ما قلت لكم مشكلتي معها الوحيدة إنها بتهدي لوحدة، طبعا هي عشان السلامة. سعر التذكرة هنا 30 ريال، وحقيقة يا جماعة تستاهل التجربة والزيارة. طبعا يا جماعة انتم ما تشتغلوا بكلامي كثير، في الأخير لو اختلاف الآراء لبارة السلع، تعالوا بنفسكم وجربوا. يلا خلونا نمشي المكان الثاني، أرياف الشفا، من الأماكن الجديدة في الطائف. ما شاء الله تبارك الله المكان جميل جدا جدا. طبعا قبل ما تجوا يا جماعة ما في حجز، زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله زحمة، بس في رسوم دخول العيلة كاملة، يعني مهما كان عدد العيلة ب20 ريال، يعني حتدفع تذكرة 20 ريال وحتدخل مهما كان العدد. فنحن دفعنا 20 ريال ودخلنا. بعد كده فعاليات منفصلة زي ما انتم شايفين، في حديقة الطيور، في الجسر المعلق، في الدراجة المعلقة، فتختلف أسعارها. الجسر المعلق ب25 ريال والدخول ب20 ريال، فكلها تقريبا 45 ريال. حقيقة يا جماعة أنصحكم تجوا تجربوا الحاجة دي، حتنبسطوا منها شديد. المنتجع اسمه أرياف الشفا، وما شاء الله تبارك الله يعني ما مجرد كافيه بس، زي ما انتم شايفين فيه ألعاب أطفال، فيه منطقة خاصة بالخيول، وكمان الحاجة الحلوة الثانية يا جماعة فيه شاي الحطب. عجبني الشاي عندهم صراحة. أنا كنت منتظر واحد هنا قدام المنتجع بس إلى الآن ما فك، جربت كان الشاي حقه، لكن للأمانة ده أفضل بكثير من الشاي حقه، بس ذاك اللهم بضيف لك عليه موية الورد. بعد ما خلصنا من هنا يا جماعة، بعد كده الخطوة الثانية طبعا نمشي نصلي، الآن الأذان نمشي نصلي. بعد الصلاة إن شاء الله حنجرب اللي هي الفواكه حقت الطائف، وبعدها بإذن الله تعالى نمشي لشاهي أبو وحيد. يلا خليكم معنا. الآن يا جماعة أنا شايف ما شاء الله تبارك الله الطائف كلها، طبعا أهل الطائف عارفين أنا وين المكان ده يا جماعة، اختلفت عليه الأسماء وسموه عدة أسامي، بس أنا صراحة الاسم الأول اللي أنا عارفه اللي هو مطل المفتي أو طلعة المفتي. ليه سموه بالاسم ده؟ لأن أول شخص بنى في المكان ده شخص اسمه المفتي، بنى قصر ويقال إنه القصر أو الفيلا دي مسكونة. بعدها آخر شخص اشترى الفيلا دي أو القصر ده اللي هو العبيكان. بس صراحة أنا ما أعرف هل الأقاويل دي صحيحة أو غير صحيحة، نتمنى إذا في واحد من أهل الطائف بيشوف الفيديو ده يورينا إذا هل الكلام ده صحيح أو لا. ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف الإطلالة؟ إطلالة جميلة جدا جدا. إذا زهقتوا هناك من جبل دكة يا جماعة تعالوا هنا المطل حق شهار. المهم يا جماعة بعد كده حنجرب الفواكه حقت الطائف، بعد ما نجرب فواكه الطائف حنجرب الشاي حق وحيد، ونختم حلقتنا على كده. وبعد كده يا جماعة نمشي البلدة، لسه ما عرفتوها اكتبوا لي في التعليقات إذا في زول عرفها قبل ما يشوف الحلقات. أنا بس أهم حاجة أصحابي ما تكتبوا حاجة عشان عارفين أنا مسافر وين، فأتمنى يعني الناس اللي بتتابع تعرفوا أنا مسافر وين. يلا خلونا نمشي المكان الثاني. طبعا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله صورت لكم شاهي أبو وحيد من الناحية الثانية. طبعا تخيلوا ضيعت الخط، اضطريت اني ارجع مره ثانيه، بس ما في مشكله، كل يهون عشان شاي ابو وحيد. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، ربنا لما يكون كاتب لك الرزق ما شاء الله تبارك الله ياتيك الرزق من حيث لا تعلم، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الان هو فك فرع عنده في جده، بس صراحه شاف اصحابي قالوا لي يعني صراحه ما نفس الفرع حق الطائف. طبعا في مثل بقول لكم يا جماعه، اهل مكه ادرى بشعابها، انا بقول اهل الطائف ادرى باماكنها. يعني صراحة احنا كنا اول انا واصحابي واقعين في اللي هو شاي الفخار، شاي الفخار، شاي الفخار. كم سرير؟ الكرك عندهم يا جماعة ب5 ريال، صراحة حاجة جميلة جدا جدا. المهم فزي ما قلت لكم يا جماعة، بعد ما خلصنا من شاي ابو وحيد، شكرا شكرا شكرا. شايفين يا جماعة ما شاء الله تبارك الله السرعة.
يا جماعه اعترفوا منو العين على الشاي يا جماعه. طبعا يا جماعه انا نونو صاحبي قال لي انت لو ما جبت العيد في اي حلقه ما بترتاح. طبعا يا جماعه بالمناسبه وانا في اي تصوير لازم ارمي صحن، لازم اكسر صحن. حقين المطاعم تعبانين مني تعب شديد، سواء هنا ولا سواء في المنطقه اللي انا مسافر لها، بس كده سبحان الله اليد بتاكلني. فانا اخذت اللايت كنت في الطبلون وخلاص الله داير اقفل الكاميرا. قمت خبطت النور والنور وقع كشح الشاشه، ما حطيت الشاي مكان الكب هولدر واتدفق. وصراحه بدي اشتري واحد ثاني، قلت خلاص يا زلمه اندفق الشر. المهم ما علينا يا جماعه الخير، الان جيت اخر منطقه او اخر نقطه ومنها حنقفل حلقتنا باذن الله تعالى، اللي هو المطار اللي قلت لكم عليه وانتم نازلين على طريق الهدف. يعني انا صراحه جاء الطائف ان شاء الله المره الجايه شكلها بس حاجه اقضي اليوم كله في المكان ده. يعني تقريبا ما شاء الله تبارك الله انا شايف الدنيا دي كلها، بس للاسف يعني مع الضباب انتم ما شايفين، يعني او هي غيوم ضباب انا ما اعرف، لكن غالبا هي ضباب. لكن ما شاء الله تبارك الله منظر مهيب جدا جدا ما شاء الله تبارك الله، يخليك يعني تفكر في عظمه الخالق. انا شايف العربات صراحه انتهت هناك زي النمل يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. المهم يا جماعة الخير أتمنى أنه يعني تكونوا انبسطوا بالجولة الخفيفة دي وتكون اللفة الظريفة دي نالت إعجابكم وما كنت تقيل دم عليكم. بعد كده تعالوا يا جماعة نحسب الجرينجش كم كلفتنا، 5+5 اللي هو 5 شاي الحطب وشاي أبو وحيد دي 10 ريال، ودفعنا 30 ريال للبوب كارت ب 30 ريال بقت 50، وكمان الدخولية حقت أرياف الشفا ب 20 والحبل المعلق ب 25، 25-45 بقت 95 مع 50 الأولى، وطبعا كالعادة بنزين ب 100 ريال 190، والمطعم اللي أكلت منه اللي هو تس ويشز تقريبا ب 70 ريال. بكل أمانة الوجبة ما شاء الله تبارك الله يعني مشبعة ودسمة، بس شوية السعر عالي 70 ريال على ساندويتش وموزاريلا ستيكس ولا شادي صراحة غالي، أكون يعني أتكلم معكم بكل صراحة، لكن تستاهل التجربة والزيارة. يعني تقريبا كل الحزبة حقتنا في حدود 350 ريال، ده طبعا للشخص الواحد. بعد كده انت بكيفك، وكل ما تكونوا طبعا يا جماعة طالعين مجموعة كل ما السعر بيقل عليك اللي هو مثلا في مصاريف الطريق. طبعا في سناكات بالطريق انا ما حسبتها، اللي هي مثلا اضطرت انه مثلا وقفت على الجنب اشتريت شاي مغربي، اشتريت سناكات، اشتريت شيبسات، الحاجات دي طبعا يا جماعة ما بتتحسب ضمن الرحلة. لكن على العموم دي تقريبا يعني التكلفة البسيطة لشخص واحد إذا حابب يطلع الطائف ليوم واحد. طبعا انتوا ممكن تطلعوا الطائف وما تسووا الحاجات دي كلها، وممكن تجيبوا معاكم أكلكم جاهز وممكن تجيبوا معاكم شايكم جاهز، بس تستمتعوا بالأجواء الجميلة دي. وزي ما قلت لكم يا جماعة صباح كانت درجة الحرارة 27، الآن درجة الحرارة يا جماعة 20 ما شاء الله تبارك الله. برد أنا قاعد أتكلم بس حاليا بقوم أسوي لكم فيها إنه أنا إنسان قوي وقاعد أتكلم معاكم. المهم يا جماعة الخير أنا ما حابب أطول عليكم، وبكده تكون خلصت جولتنا لليوم. أتمنى إنه الجولة تكون نالت إعجابكم، وسامحوني يا جماعة ما قدرت يعني صراحة أحصل الفاكهة حق المحاط، فإن شاء الله بإذن الله تعالى نجربها في وقت لاحق لنا جايات إن شاء الله للطائف بإذن الله تعالى. ولسه ما خلصنا جولتنا في الطائف ما شاء الله تبارك الله، الطائف كبيرة جدا جدا، يا دوب المناطق أنا قاعد أصور في هذه منطقة الشفا فقط، لسه ما نزلنا نزور على الطائف نفسها. فبإذن الله تعالى لنا زيارة ثانية للطائف. حقيقة يا جماعة نفسها مشي موسم الرياض، ما مشيت موسم الرياض نهائيا صراحة. بعد ما شفت الإعلان حق المستشار تركي آل شيخ شداني إنه أمشي المهرجان ده. طبعا كان بيذكر في موسم جدة لما كان اللي هو سوى سيتي ووك أول مرة، قلت يا جماعة عالم من الخيال، عالم من الخيال صراحة. فسبحان الله برضو يعني كان اللي هو شعار موسم الرياض اللي هو عالم من الخيال او من وحي الخيال، كان حاجه من شكلها تقريبا، انا عندي زهايمر. فالان صراحه بل انا شايفه ده بالقوه الجباره والصراحه التجهيزات الجباره اللي شغالين على دي ما شاء الله تبارك الله، شايفهم سووا اهرامات ودان يجيبوا ديزني لاند والحاجات دي. انا بعد كده بقول لهم الخيال اصبح حقيقه، يعني اهنيهم على الحاجه الجميله دي. فباذن الله تعالى تستنونا في موسم الرياض. يلا بعد كده الله عافيه بطول عليكم، واشوفكم في فيديوهات ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.